أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه جرى جمع 130 مليون دولار في أغسطس، وأن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر الماضي إلى 295 مليون دولار، وجاءت التبرعات أقل قليلا من مستواها في يوليو عندما جمعت حملة ترامب 138 مليون دولار بعد محاولة اغتياله. وفي نهاية يوليو كانت الأموال المتاحة لدى حملة ترامب 327 مليون دولار. هذا وكشفت كامالا هاريس عن خططها الاقتصادية قبل مناظرتها مع دونالد ترامب في 10 سبتمبر. نائبة الرئيس الأمريكي تخطط لفرض ضريبة بنسبة 28% على مكاسب رأس المال طويلة الأجل للأسر ذات الدخل السنوي مليون دولار أو أكثر، وهو أقل من معدل 39.6% الذي حدده الرئيس جو بايدن في ميزانيته للسنة المالية 2025. وكشفت أيضا عن اقتراح جديد لتسويد الشركات الصغيرة بخصم ضريبي قدره 50,000 دولار لتغطية نفقات بدء التشغيل، أي 10 أضعاف الخصم المسموح به الحالي والبالغ 5,000 دولار. هذا واختار المرشح الرئاسي دونالد ترامب أن يضيف إلى حملته الانتخابية كتابا بعنوان أنقذوا أمريكا. الكتاب أصبح متاحا في الأسواق، وهو يتحدث عن تجارب حياة الطامح للعودة إلى البيت الأبيض، وكان قد روج له الرئيس السابق على حسابه في تروث سوشيال. وقال في تدوينه: يسعدني أن أعلن عن كتاب الجديد سيف أمريكا، وهذا العنوان بات شعارا يردده ترامب في كل خطاباته. للعلم هذا ليس الكتاب الأول لترامب، فقد حقق آخر كتابين له رحلتنا معا ورسائل إلى ترامب نجاحا مذهلا وتحديدا في أمريكا. وأخيرا في أخبار أخرى، قالت المرشحة الجمهورية ليز تشيني أنها ستصوت لصالح كامالا هاريس في الانتخابات. وقالت تشيني في حدث استضافته كلية سانفورد للسياسة العامة: بصفتي محافظة وأهتم بالدستور وبسبب الخطر الذي يشكله دونالد ترامب، فأنا لا أصوت له فحسب، بل سأصوت لصالح كامالا هاريس. فبشكل عام، مع كل يوم يا رندا وميسا تزداد المنافسة أكثر فأكثر بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، والوقت سيخبرنا من سيحسم السباق للوصول للبيت الأبيض. يبقى أن نعرف حجم المبيعات التي سيحققها ترامب يمكن من وراء هذا الكتاب بعد كتابين سابقين، يمكن حنان أيهما سيكون أكثر يمكن متعة بالنسبة للشعب الأمريكي لقراءته. ولكن ماذا نقول، هي فكرة جدا قوية وجدا ذكية قبل مناظرة 10 سبتمبر ضد كامالا هاريس. شكرا لك.